حلو الرباح، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. شوفوا وليدي آدم صباح ناشط حيت كاين في المغرب. ما تصوروش انا كنت ناعسه، فيقني على الصبح قال لي يا ماما ماما بالهولنديه اجي اجي تشوفي تشوفي ميمه. ملي مشيت معاه داني الكوزينه كيوريني شوفي شوفي ميمه لا تارت، كيقول لي زعما راه دارت لا تارت، دارت الحلوه. المهم هنايا بغيت نوريكم، غير نشارك معكم الفطور ديالنا. اختي شنو وجدت لي البارح؟ الحمد لله كنا وصلنا حتى لشي 12 ديال الليل، ولا وصلنا ماما مع الوحده ديال الليل، الوحده ونص وصلنا ديال الليل للدار، حيت يعني راه من فاس التيفلت ساعه ونص مع وصلنا الدري اللي كان جاب لينا الطوموبيل ديال لوكاسيون. ايوا صافي وهذا وجينا معطلين، ما نعسنا حتى لشي 3. ايوا وداروا لينا الحريره، داروا لينا البريوات، داروا لينا التميرات، كلينا الرمال الحمد لله. ايوا دابا هنايا مسمنات ونا الزيتونات ديال فاس، وهادي غريبه كدير اختي بداك الشوكولاط فيغميسيل، وهادو البريوات خدمتهم هي، خدمات حتى الورقه. البريوات ديال الكاوكاو كيجيو المذاق ديالهم بحال اللوز. دابا نقول ليها شي نهار توريكم يعني الطريقه وكيفاش خدمتهم، حتى الورقه حتى هي كتخدمها ناجحه. هنايا السفوف، هذه واحد الكيكه ديال التفاح، هذه خداتها من عند حليمه الفيلالي راه معروفه. و هادو قريش، لا حتى هادو من حليمه الفيلالي، حليمه الفيلالي غتولي معروفه هي اصلا تبارك الله معروفه، غتزيد تشهر. هادو جبتهم معايا من لهي، هادو كيكونوا معمرين بالتفاح، جبتهم معايا من لهي من هولندا. ريمجات لا طاق ديال السيترون، حتى هاد الحليوه هادي دارتها ديال حليمه الفيلالي، والفقاص حتى هو حليمه الفيلالي. لا لا صافي، والمسمنات والبيض مسلوق. البيض مسلوق كنحطو اخر واحد حيت ولدي تاي ما نكذبش عليكم. هنايا نوريكم واحد الحاجه عجيبه تتعجبهم هنا في المغرب، كتجيهم قالك بحال املو. هذا العجينه لاباط ديال اش كيقول لها هذيك اللي كيدهنوا بها الخبز ديال الكاوكاو، هادي خويا اللي صايبها، طحنها بقى تيطحنها 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 حتى تولى طالقه الزيت ديالها، ما زاد لها لا زيت لا سكر لا حتى شي حاجه، ما زدتولهاش حتى العسل. المهم هذا خويا اللي صايبها تبارك الله عليه بصراحه، حيت كنت كنشريها من لهي، وانا كنت سمعت يعني راجلي قرا على هذيك على هذيك الكاوكاو ديال العكيكو كيتباع عندنا لهي، تيكونوا زايدين فيه بزاف ديال المواد يعني اللي ماشي مسرطنه، داكشي علاش يعني خويا حاول يبدع. ايوا المهم هنايا انا غادي نخليكم ونوض نفطر، الصوت ديالي ما نقولش لكم ما نشكيش عليكم مدعدع. ايوا كنتمنى لكم امسيه صباح سعيد، حتى انا عندي ما يدا ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انا نحط لكم دوك المقاطع ديال الفيديوهات، واخا يعني ما صورتش بزاف، راه وصلت لديك المنطقه ديال التقلاب عند الديوانه، وما يقولوا لي شوفي الكاميرا اللي ممنوعه. ايوا صافي، وانا قطعت الصور صافي، حتى فت الديوانه عاد بديت كنصور يعني شي لقطات وصافي. ايوا من بعد وهي طفاليا الكاميرا، طفاليا التليفون، ما بقاش لا شارج خدامه. يلا نخليكم دابا غادي نفطر، وما كرهتكمش تجيو تفطروا معايا كاملين. يلا حبايبي، نعيمة سلامي من المغرب، كيسلم عليكم المغرب كامل وحده بوحده، كاع البنات اللي دخلوا عندي جدادات والبنات اللي كنهضروا في اللايف. صراحه توحشتكم والله الا وليت بحال الحنش مقطوع راسه. نعاود لكم باش تضحكوا هذا الصباح.
حلمت ذاك النهار انا فايقه الصباح وكنهضر بالعربيه، تنقول لهم اي ضرني كتفي، والله الا ماما تنقول اي ضرني كتفي، كيقول لي مرتي اش تقولي، قلت لي لا لا راه تنهضر مع البنات راه دايرين لايف، وتنقول لهم راه كتفي ضارني، وبقى تيموت بالضحك. والله العظيم حلمت بيكم البنات، شوفوا باش تعرفوا المعزه ديالكم كبيره. يلا خليوني نفطر ونخليكم على خير. يلا حبايبي سلامه.